في الحقيقة بنسمع عن ناس بتدرس في أوروبا في أمريكا، لكن مع انتشار اللغة الصينية ومع تمدد معسكر الشرق زي ما بيقولوا، يبدو أن التعليم بقى أصبح أحد الروافد. سمعنا عن شباب سافروا للصين يدرسوا، تعالوا نتعرف على قصص نجاح من هؤلاء الشباب. قصة النهاردة باحث مصري شارك مع مجموعة من زملائه الباحثين في الصين، وابتكروا طريقة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي عشان يتنبؤوا باضطرابات الغلاف الجوي. الابتكار اللي عملوه ده هيكون ليه فوائد كبيرة جدا لاستقرار أنظمة الملاحة العالمية وكمان الاتصالات بالفضاء. الباحث هو الدكتور محمد فريشح، الباحث في جامعة وهان بالصين، اللي منورنا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير أستاذة منى، صباح الخير أستاذ مصطفى، وصباح الخير على المشاهدين. أهلا وسهلا بيك دكتور. ليه خليت وجهتك الدراسية تكون في الصين تحديدا، وتحديدا مدينة وهان اللي لما بنسمع اسمها بنتوتر كده من ساعة بدء فيروس كورونا؟ هو الحقيقة أن جامعة وهان في التخصص اللي هو بتاعي الاستشعار من بعد والجيوديسيا مصنفة رقم واحد في العالم، بقى لها أكثر من 6 سنين حاليا. فده كان سبب من الأسباب أن أنا أتوجه لوهان كجهة للدراسة. أكيد. طب معنى ذلك أن الدراسة في الصين بشكل عام يعني بتستقبل عدد كبير من الناس، الدراسة فيها باللغة الإنجليزية ولا بالصينية؟ يعني كلمني عن الموضوع. يمكن أنا بدأت أن الناس كلها تعرف أنا عايز أودي ابني يدرس في أوروبا، في أمريكا، في لندن، لكن نعرف أن الصين دولة عظيمة طبعا، لكن قصة التعليم في الصين أن واحد مصري يروح، فهمنا بس شوية عنها يا دكتور. تمام. هو بالنسبة للصين، هي من فترة، من أكتر من كذا سنة يعني، بدأت إن هي تقدم منح كتير ببرامج مختلفة لدول مختلفة يعني، وقدمت برامج في الدراسة موجودة باللغة الإنجليزية، وفي برامج باللغة الصينية، الاثنين متاحين. والمنح اللي بتقدمها في جزء منها موجه للدول النامية، هم كانوا بيستهدفوا إن هم يوصلوا ل 500,000 منحة دراسية على مستوى العالم، فده استقطب أعداد كبير، بالإضافة إن عندها جامعات كبيرة وجامعات مصنفة، لأن طبعا الموضوع مختلف من جامعة لجامعة، حتى التخصص نفسه ممكن يختلف، يعني ممكن يبقى قوي في جامعة معينة وأقل في جامعة أخرى، ده شيء طبيعي، بس متاح إن أنت تدرس بالإنجليزية أو تدرس بالصينية على حسب التخصص بتاعك وعلى حسب الجامعة والرانك بتاعها. وفي كمان بدأ بعد الموضوع ده، بدأ إن في ناس تيجي تدرس على حسابها دول مختلفة، يعني إحنا عندنا في جامعة وهان من جنسيات من أوروبا ومن أمريكا، وموجود من شرق آسيا ومن أفريقيا، تقريبا من جميع أنحاء العالم موجودين جنسيات مختلفة في جامعة وهان بيدرسوا في مراحل مختلفة، سواء مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وحتى في ناس بعد الدكتوراه برضو من دول مختلفة موجودة. عظيم. طب دكتور، في بحث خاص بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باضطرابات الغلاف الجوي، ايه قصة البحث؟ فكرتوا فيها ازاي؟ اشتركتوا فيها ازاي؟ تفاصيل بقى. تمام. هو احنا بيبقى عندنا مشروع بحثي، المشروع ده بيبقى له اهداف معينة او اكتر من مشروع بحثي، بس هنتكلم على الغلاف الجوي. الغلاف الجوي او الغلاف الايوني ده جزء من الغلاف الجوي او ما يسمى بالايونوسفير، ده من اكثر الاجزاء الحرجه والمؤثره على اشارات الاقمار الصناعيه. يعني الاشارات بتاعت الاقمار الصناعيه طبعا لازم تمر من خلال الايونوسفير. اي اضطرابات في الايونوسفير ممكن تسبب انقطاع لهذه الاشارات. انا بتكلم على الاقمار الصناعيه سواء الخاصه بالملاحه او حتى من خلال البث التلفزيوني او الاقمار الخاصه بالاتصالات، كلها بتتاثر بطبقه الايونوسفير. فالمشكله ان في بعض الاضطرابات بيصنفوها العلماء ان هي لا يمكن التنبؤ بيها لحد وقت قريب، الكلام ده ان هي لا يمكن التنبؤ بيها، وده كان الصعوبه في الموضوع. لكن مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي وان احنا نقدر نستخدمها وندربها بالداتا المتاحة، من خلال ان احنا اشتغلنا على الداتا المتاحة، نسمع كلنا عن الجي بي اس، في منظومات شبيهة ليه، الجي بي اس ده منظومة امريكية، في منظومة اوروبية اسمها جاليليو، في الروسية جلونس، وفي المنظومة الصينية اللي هي بايدو، دي مجموعات كلها خاصة بتحديد المواقع
قدرنا نستخدم الداتا دي ونحسب البيانات بتاعة الأينوسفير بحيث إن احنا نستخدمها في خلال سنة، نقدر نتنبأ بما سيحدث مع إدخال معاملات أخرى زي اللي هي بنسميها مؤشرات الطقس الفضائي اللي هي الخاصة بحالة الشمس. يعني في حاجة اسمها السولار ستورم أو العاصفة الشمسية، أو بيحصل منها التوهج الشمسي، وأيضا بعض البيانات الخاصة بالمغناطيسية للأرض، لأن الاتنين دول من الحاجات المؤثرة جدا. يعني لك أن تتخيلي إن هي ممكن لو وصلنا للذروة ممكن يحدث انقطاعات في حاجات كتير جدا، في التكنولوجيا، في الإنترنت، ممكن انقطاعات في صحيح. التيار الكهربائي لو وصل للذروة بتاعتها. فطبعا صحيح موضوع كريتيكال جدا وحساس، وممكن ده اللي خلى البحث يسمع بشكل كبير. يعني صحيح دكتور محمد، يعني سمعنا إن عام 2024 هيشهد ذروة كبيرة جدا في النشاط الشمسي، هل ده كان دافع ليكم ايضا ان انتوا تشتغلوا على هذا البحث ويمكن تتنبؤوا باضطرابات الجو؟ وطمنا ايه الموضوع؟ تمام. هي ببساطة عشان المشاهد يكون متابع معانا، ان الشمس ليها دورة تقريبا كل 11 سنة بيبقى فيه دورة معينة للشمس بتوصل للذروة في منتصف المدة بتاعة الذروة. من المفترض ان العام الحالي اللي هو 2024 كتصنيفات المتنبئين في ناسا ان هو يوصل الذروه للنشاط الشمسي. طبعا التنبؤات بتقول ان في خلال 20 سنه فاتوا كانت الذروه مش بنفس القيمه المتوقعه السنه دي. فطبعا يعني كتأثير مباشر على الانسان، هو ممكن يتأثر بارتفاعات في درجات الحرارة أو كده، لكن تأثير مباشر عليه لا، لكن تأثير على التكنولوجيا والبنية التحتية ممكن ده التأثير الأكبر. انقطاعات في الاتصالات خصوصا اللي هي بنسميها الشورت ويف لينس أو الموجة القصيرة للاتصالات، وده أي. حصل قريب على فكرة في شرق آسيا. كان في نشاط شمسي في بداية السنة حوالي يوم 1 يناير بالظبط 2024، وحصل انقطاع لمدة ساعة حصل انقطاع فعلا على الشورت ويف او لمدة، الموجة القصيرة. مظبوط. فين بالظبط؟ وده طبعا بيأثر. اتفضل. كان فين يا فندم؟ كان في منطقة المحيط وبنسميها اللي هي اقوانوسيا والمحيط الهادي، في المنطقة دي انقطع الاتصالات لمدة ساعة في المنطقة اللي هناك على الشورت ويف. وطبعا بتأثر كمان لو في مراسلات او حاجه بين يعني حضرتك عارف في محطات فضائيه دلوقتي والمفروض في اتصال مباشر، وممكن ان احنا نفقد الاتصال بالاقمار الصناعيه نفسها، ممكن التأثير يسبب دمار لبعض الاقمار الصناعيه، وده حصل في سنه 2003 ان نصف الاقمار الصناعيه اللي بتدور حوالين الارض تعطلت، وفي أكتر من مهمة حصل فيها تدمير أو تلف لبعض الأجزاء صعب بعد كده إن احنا نصلحها. أكيد شيء يعني صعب جدا. يمكن استخدامكم لتقنيات الـ AI ده ساعد في التنبؤ وساعد كمان في انتشار البحث وإن احنا نقدر نطمن من خلال البحث ده. كل الشكر ليك الدكتور محمد فريشح الباحث بكلية الجيوديسيا والجيوماتكس في جامعة ووهان بالصين، كل الشكر ليك.